كلام جميل. لازم تكون العاب اجمل العاب ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. 19 لعب 19 لعب البحر ابي البطوله لازم تكون اجمل العاب ان شاء الله. هي صارت خمن 18 اللي جازوا على كل حال ان شاء الله يا رب. وباش يكونوا وش كل ينقل هذاك الجمال هذا كنت الصحفيين اللي موجودين هنا. وانا جيت انا جبت معايا كذلك المديرين العامين تاع المؤسسات الاعلاميه الثقيله الاذاعه التلفزيون مؤسسه البث ووكاله الانباء الجزائريه لان عندهم دور كبير وكل الصحافه الخاصه خاطرنا كي نتكلم مع الصحافه نقول الصحافه الوطنيه كي نشوف المنشات هذه واش انا لابيل كو جورنس اللي داني يقول الصحافه تاعنا الجزائريه عامه لان احنا كنا نلاحظوا في وقت من الاوقات كانوا الانتقادات كانت كثيره المنشات واحد يقول لك ما توجدش كانت ضخموا الامور حتى ولو كانت وعود باش تكون واجده اليوم انا واش نقول اليوم نقول المنشات راكم تشوفوا فيهم بعينيكم اليوم احنا لازم نبرزوا هذه المنشات هذوما نبرزوهم على المستوى الوطني والمستوى الخارجي لان هذيك الصحافه اللي تاع واحد الوقت ولا البعض برك اللي قد كيكون مشكل موجود في العالم باسره يتضخم هنا في الجزائر من البعض مع الاسف والانجازات الكبيره اللي راهي قامت بها الجزائر والمجهودات الجباره اللي غير اللي ما يحبش يشوف اللي ما يشوفش بالنسبه لي ما قدرتش واش لازم تاخذ كره الميز اون اكزيرف لازم تبرز لازم الصحافه تاعنا تبرز المجهودات تاع الدوله تاعهم واش راهي لازم يبرزوها في الداخليين وخارجيين.